أتعلم بما أرغب الآن يا فتى؟ مؤكد أنك ترغب في شيء تملأ به بطنك. أرغب الآن في تناول لحم حمل مشوي صغير. ترغب في حمل مشوي؟ ولكن أين تجد حملا مشويا في هذا المكان؟ اذهب إلى منزلك فقد تجد هناك ما تأكله أيها الرجل البطين. اصمت وانظر كيف أن الآلهة تحبني وتهتم لأمر بطني. علينا الانتباه جيدا كي لا نفقده. أجل أنت على حق. يا للروعة، يا له من طعام لذيذ. سنأكله الآن ونملأ به بطننا. هيا بنا. إلى أين تهرب منا؟ توقف، سأمسك بك. توقف. أخرجني من هنا، لقد علقت بهذا. ظهري. ماذا حصل؟ ماذا هناك؟ وهل هنا مكان للنوم يا فتى؟ لقد هرب طعام لذيذ. أجل، ها هو، إنه هناك، ما زال هناك. ذاك الحمل هو لي، لا شأن لكما به. لطعام صاحب. لا تخف يا عزيزي، سأكل من لحمه المشوي قليلا فقط، والباقي لك، لا تقلق. أسرع انطلق خلفه بسرعة. ماذا تريدان من الحمل؟ اتركه في حال سبيله. أرجكما اتركه أرجكما. هيا أسرع وامسك به، لا تدعه يهرب. هيا، أجل، ها قد أصبح أمامنا، سنمسك به الآن. لا أرجكما، لا تفعل بي شيئا. حسنا، ها قد أمسكت به الآن، هيا أسرع وأعطني خنجرك. اتركه وسعدا. لا تقتله أرجكما، لا تقتله. حملي، أريد حملي. اتركه وسعنا، لا تقتله. شكرا. لا شأن لك بذاك الحمل. ماذا؟ هذا أنت مجددا؟ من لا إيمان لديهم هم يعتدون على أموال الناس. انهض يا رجل، ارفع يدك عني. أموال الناس، كل ما في هذه الأرض هو ملك للوثن ولا شيء لك. هيا، لقد أحضرت الحطب. يا ويلي، لقد عاد هذا العجوز ثانية. أيها الوثن الأكبر، متى ستخلصنا من هذا الملقب برسول الله ومن أفعاله؟ اتركوا عبادة الصنم واتقوا الله الواحد ولتخشوا عذاب الله. الإله الواحد، فلتنظر من حولك يا نوح، لا يتبعك أحد سوى بعض الأشخاص الواهمين الذين ينتظرون مثلك ليهاجروا. يجلسون فقط لدق المسامير الصغيرة ليصنعوا مركبا، وهذا من أجل بحرك الوهمي. ساعدوني، أنا لا أجيد السباحة. يا نوح، انظر من حولك لترى من هم أتباعك. إنهم طفل وتيس ماعز وحمل صغير لذيذ جدا طيب الطعم. أجل.
إن الله سبحانه وتعالى أعلم بالذي ربط على قلوبكم. أهو الله الذي لا نعرفه ولا نعلم أين يكون؟ سوف ينزل عليكم عذابا أليما، توبوا إليه طالما الفرصة متاحة. عجيب أنك بعد كل هذه السنوات من الدعوة إلى الله ما زلت كما كنت لم تتعب. العذاب، أي نبي هذا الذي لا يؤمن به ابنه كنعان؟ يا ويلي! آمنوا بالله الواحد واتقوا عذابه الأليم. يا ويلي! إنه معدن! ما الذي تفعلين؟ اتركي هذا العمل لي، إنه ليس عمل الفتيات الصغيرات. ولكن لماذا؟ فأنا أيضا أريد المساعدة في بناء سفينة نوح. دعها تساعد الآخرين، علينا جميعا المشاركة في بناء هذه السفينة لتكون جاهزة بأسرع وقت. انظروا، لقد جاء نوح. إن ولدي جاء برفقته. أمي، أمي، لو لم يصل نوح في الوقت المناسب لأكل هذان البطنان حمل الصغير. تعالي معي. السلام على عباد الله، عفاكم الله. مرحبا. السلام على نوح النبي. السلام عليك يا نوح. السلام على نوح نبي الله. جزاكم الله خيرا، ستكونون الناجين من العذاب، وستكون لكم مراتب في الجنة أكبر بكثير وأعظم من تلك التي أقامها الكافرون والمستكبرون في هذه الدنيا. أيها الوثن الأكبر فلترحمنا. أيها الوثن الأكبر فلترحمنا. أيها الوثن الأكبر فلترحمنا. أيها الوثن الأكبر فلترحمنا. سنتوجه نحو المدينة، هناك يمكننا العثور على كنعان. لدي جواهر أثرية. هلمو، هنا تباع الأقمشة الفاخرة ذات الألوان الزاهية. هيا أسرعوا، لدي شراب بارد ومنعش. هاي كنعان، كنعان أكلمك. ما بك؟ أردت مني شيئا؟ أجل أنت، أريدك أنت، ابن ذلك المدعو نبيا. ذاك ليس أبي، لقد تبرأت منه. لا بأس، نسيت أنك قد تبرأت منه. مهما فعلت فإنك ما زلت ابن ذاك النبي العجوز. ذلك النبي المعتوه. وذاك العجوز الذي يبني تلك السفينة على قمة جبل على أمل أن يأتي البحر من السماء ويبحر بسفينته. لا، ذاك ليس أبي، ذاك ليس أبي، ذاك ليس هذا أبي. هذا الشيء، لقد تركت أباك وأتيت إلى هنا وحيدا. لقد أرهقنا نحن وأباؤنا لسنوات بدعوته. أنت يا ابن ذاك المجنون، قل له إن لم يكف عن أعماله تلك فسوف نرجمه رجما حتى الموت. أقسم سأحطم سفينته.
إلهي، أنت أعلم بحال هؤلاء القوم. دعوت قومي ليلا نهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وهم لا يؤمنون. إلهي، أسألك مرة أخرى أن تخرجهم من الظلمات إلى النور، وأن تنزع عبادة الوثن من قلب ابني كنعان. إلهي، ابني القدرة، ولا تجعل الكبر والوهن عائقا أمام أدائي لرسالتك. من أنت؟ أنا كنعان ابنك، أنا متعب متعب جدا. وما يتعبك؟ ما الذي جعلك مستاء يا بني؟ لا، أنا لست ابنك، أنا متعب منك ومن إلهك ومن السفينة التي تبنيها على الجبل. الناس جميعا يهزؤون بي، سفينة على قمة جبل حين لا يوجد أي أثر للماء ولا لأي بحر. أقسم بالآلهة سأحطم هذه السفينة. اهدأ يا بني، هدئ من روعك. لا تقل لي بني، انظر إلى هذه السفينة، انظر إلى هذا الجبل، أين هو بحرك؟ منذ سنوات وأنت تعمل على السفينة، منذ سنوات وأنت تخيف الناس من العذاب، الجميع يهزؤون بي. إن وعد الله سبحانه قريب، فلتخشى عذاب الله يا بني. عذاب عذاب عذاب، كف عن هذه الكلمة، ولكن أين هو العذاب؟ لما لا ينزل ويريحني؟ دع عبادة الوثن بني، فحين ينزل العذاب ستكون هذه السفينة المكان الآمن الوحيد للمؤمنين. اسمع يا أبتي، فلتترك أنت إلهك، الإله الذي لا تراه ولا تعلم أين هو، الإله الذي أراد منك أن تبني سفينة على قمة جبل. دع القوم يعبدون آلهتهم. أصنام 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 لا تفقه شيئا، إنها فقط أشكال من الحجر والخشب. إذن دع القوم يعبدون أحجارهم وأخشابهم. إنهم لا يجيدون شيئا سوى الظلم. أعبد الله الغفور وأطعني، ولتخشى عذاب الله يا كنعان. إذن فلتنتظر أنت عذاب الله. كنعان، ما زالت الفرصة أمامك، تب إلى الله. لقد انتهت، وهذا كان الإسفين الأخيرة فيها. الحمد لله أنهينا العمل. الشكر لله، الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله على انتهاء العمل. الشكر لله. إن الله سيجعل مأواكم الجنة لأنكم آمنتم به وآزرتم نبيه، وهو سينجيكم من العذاب الذي سيصيب القوم قريبا. يا نوح، دع هؤلاء القوم المساكين وشأنهم، إلى متى ستستمر في قول هذا الكلام؟ إنه محق، دعك من هذا الكلام، فقد أرهقت أباءنا سنوات إلى أن أهلكتهم، والآن جاء دورنا، كف عن هذا واتركه جانبا. ولكن ما الذي حصلت عليه لكونك نبي الله؟ الفائدة موجودة هنا في هذا الصندوق. أتيتكم ببلاغ واضح من أجل نصحكم وإرشادكم أن تعبدوا الله، فما من إله سواه. لقد أكثرت من نصحنا حتى الآن، وهذا يكفي، فقد جعلتنا نسأم منك. حسنا، أرنا هذا العذاب الذي تعيدنا به إن كنت من الصادقين، ولتقصر من الكلام. أتوكل على الله وألتجئ إليه من شركم. إن وعد الله قريب، حيث سينجو منه المؤمنون وسيغرق الكافرون في عذاب الله الماحق. فلتؤمنوا قبل فوات الأوان، فلتؤمنوا بالله الواحد القهار. ولكن أيها الناس، لما تصبون إلى هذا العجوز؟ لو صنعتم لنا سفينة لحصلتم على المال. Ha 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 ha
معنا واتركوا نوحا لحاله. ها؟ أجل، لن نترك نوح. الله تعالى عونا لنا. إننا أجل. نؤمن بكل ما يقول، سنبقى معه إلى النهاية. نحن نتكل على الله. الله موجود في بيتنا، أعني الأصنام. الأصنام مصنوعة من الحجارة والخشب، لا تتعلق بها، فهي لا تملك نفعا ولا ضرا حين ينزل عذاب الله. أجل، إنه محق. أجل. حسنا، نحن ذاهبون. اذهب وتنعم بسفينتك فوق الجبل، لا بد أنك تريد احتضانها وإلقاءها في البحر. هذا صحيح، صحيح. يا نوح، حقا إن عذاب الله قريب. تعني أنه لن تذهب كل جهودنا هباء؟ يوم نركب السفينة هل يمكنني اصطحاب حمل الصغير معي يا نبي الله؟ مؤكد يمكنك يا بني، ولتنتظر رحمة الله تعالى، واحذر الانخداع بكلام الكفار. إلهي، لقد فعلت كل ما أردته مني. لسنوات كنت عرضة لعذاب واستهزاء الكافرين، وقد دعوت هؤلاء القوم إلى طريق هدايتك، لكن المؤمنين بك ما زالوا قلة، والكافرين من عبادة الأوثان ما زالوا كثرا. يؤسفني أن قلوبهم المتحجرة لا تتأثر بكلامي. ترى هل علي التوجه إليهم ودعوتهم إلى الإيمان برسالتك ثانية؟ يا نوح، لقد أقمت الحجة على بني قومك، سوى هذه القلة القليلة من الذين آمنوا لن يؤمن أي شخص آخر سواهم. لا تيأس من كفر هؤلاء القوم، فإن وعد الله قريب. يا لهذا المطر الغريب، لم نشهد أمطارا كهذه منذ سنوات. وأنا أيضا لم أشهد هكذا مطر. ترى لما أرسل نوح في طلبنا. هيا بسرعة لنحتمي من هذه الأمطار. ما الذي يجري يا نوح؟ ما معنى هذا المطر الغزير؟ لم أشهد طوال حياتي مطرا شديدا كهذا. لكن هل هذا المطر هو وعد الله الموعود؟ حان وقت البشرى بأجر المؤمنين وعذاب الكافرين. انظروا إلى السماء بخشية، كيف ترسل هذه الزخات الغاضبة من المطر، ومنها سيتشكل بحر متلاطم يبتلع الكافرين. ما الذي يجري؟ مطر غزير. ما هذا؟ الذي سيحل بنا وبأبنائنا يا نبي الله؟ إن الله تعالى يحب المؤمنين، وأنتم على هذه السفينة منهم. حان الوقت لأن نصعد جميعا إلى السفينة. بأمر من الله سبحانه علينا أن نضع في السفينة زوجا واحدا من كل نوع من الحيوانات. إذن لنذهب لإحضار الحيوانات سريعا. هيا هنا يا رجال. هيا أسرعوا. هيا فلنذهب. هيا. أوه.
هيا هيا أيتها الحيوانات تحركي، هيا أسرعي هيا. انظروا إلى الفوضى التي أثارها هذا العجوز. انظروا إلى هذه الفوضى التي أثارها هذا العجوز، إنه يأخذ كل الحيوانات معه. إلى أين يأخذ هذا الرجل المجنون هذه الحيوانات؟ هذا البلاء الذي حل بنا اليوم. أخشى أن يكون هذا هو العذاب الذي تحدث عنه نوح. أتراه هو؟ يا ويلي يا ويلي. يا ويلي ها
الشكر لله سبحانه، الشكر لله سبحانه، الحمد لله. فلتؤمن بالله سبحانه يا بني قبل فوات الأوان. لا أريد إلهك ولا دينك. سأوي إلى ذاك الجبل وهو يعصمني من الطوفان. هناك سأكون في مأمن من الطوفان. لا عاصم من أمر الله سبحانه اليوم يا بني، فمن يبتعد عن هدي الله سبحانه يلقى عذابه الذي لا بد منه. يجب عليك أن تؤمن بالله. انطلق وأتنا بخبر عن اليابسة. يا نور، مر قومك بالخروج من السفينة، فسلامي ورحمتي عليك وعلى الذين آمنوا وأخلصوا لك على الدوام.